التعلم مدى الحياة في العصر الرقمي نماذج وتجارب. تتنوع نماذج وأنماط برامج التعلم مدى الحياة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتشمل برامج تعليمية نظامية وغير نظامية لا يمكن حصرها، وسوف نركز هنا على التعليم الجامعي المفتوح وعلى القرائية. التعليم الجامعي المفتوح. عالمياً تنتشر البرامج الجامعية التي تزاوج بين التعلم من بعد والتعليم التقليدي لتوفير فرص التعلم والتدريب للطلاب الذين لا تمكنهم ظروف عملهم أو ظروفهم الاجتماعية من الحضور إلى الحرم الجامعي، كما تنتشر الجامعات الافتراضية وكذلك المنصات التعليمية، ومن أبرزها الجامعات المفتوحة. الجامعة البريطانية المفتوحة، وهي أكبر مؤسسة جامعية في المملكة المتحدة، وهي مصنفة من بين أفضل وأكبر الجامعات في العالم، وهي توظف الإنترنت وتطبيقات إلكترونية على كل الوسائط، بالإضافة إلى بث تلفزيوني من خلال هيئة الإذاعة البريطانية. جامعة غاندي الوطنية المفتوحة بالهندي، وهي توفر فرص التعليم العالي المفتوح للدارسين من جميع أبناء الهند، وهي تعد أكبر جامعة في العالم، حيث يبلغ عدد الطلاب المسجلين بها نحو 5 ملايين طالب في كل برامجها. البرامج المفتوحة كثيفة العدد، التي تقدم برامج مجانية أو بمصروفات وبشهادات أو بدونها، وهي موجودة على شبكة الإنترنت وموجهة إلى جمهور لا محدود، وهي توظف بعض الأشكال التقليدية من تكنولوجيا التعلم مثل المحاضرات المسجلة والقراءات المختلفة، كما توظف منتديات ومجتمعات التعلم على شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل بين الدارسين والمعلمين. الجامعات الإلكترونية والافتراضية، وهي التي تتيح فرص التعلم عن بعد للطلاب عن طريق الإنترنت. منصة EDX التي أسستها مجموعة من الجامعات الأمريكية تضم هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي تقدم مقررات عالية الجودة من أفضل جامعات العالم، وهي توظف أفلام الفيديو التعليمية القصيرة المصحوبة بالتدريبات التفاعلية والكتب الإلكترونية والمنتديات التي تدور فيها المناقشات ويتم فيها مشاركة المعلومات. القرائية. تساعد تكنولوجيا التعليم الدارس الكبير على اكتساب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة، كما تمكنه من تعلم هذه المهارات بشكل فردي، وكذلك اكتساب مهارات محو الأمية المعلوماتية اللازمة له للتوافق مع سوق العمل والتفاعل مع اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. كما تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصال بناء شبكات ومجتمعات التعلم وإعداد المحتوى والنصوص المكتوبة والأدوات والمداخل الاجتماعية الداعمة لعمليات اكتساب مهارات القراءة والكتابة، وكذلك في التدريس عن بعد. وتساعد البرامج والتطبيقات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات على تعلم القراءة القائم على استخدام إمكانات الكمبيوتر التفاعلية لتمكين الدارسين من بناء مهارات التعرف على الكلمات وفهمها ونطقها وإدراك خصائصها الصوتية والنحوية واستخداماتها في مختلف السياقات، تعلم الكتابة باستخدام تطبيقات معالجات الكلمات والتي أصبحت الآن عنصراً أساسياً في محو الأمية المعلوماتية.